الاعتراف لماذا ليس الاعتراف بإسرائيل؟ لماذا الاعتراف بيهوديتها؟ كيف يطلب من الشعب الموضوع الفلسطيني الاعتراف الإسرائيلي أو بيهوديتها؟ الموقف الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الحضور اليهودي أو إبقاء الثقافة اليهودية، الحضارة اليهودية، وهذا يتم من خلال الاعتراف بدولة إسرائيل، كيف ولكن بإسرائيلية إسرائيل وليس بيهودية. دعني فقط، هل أنت تتفق معي على أن إسرائيل هي ليست دولة يهودية فقط؟ إسرائيل هي دولة فيها أكثرية يهودية وفيها أقلية قومية عربية. ليست هذه الأقلية طارئة على دولة إسرائيل، وإنما دولة إسرائيل طارئة على وطن هذه الأقلية القومية. التصريحات الإسرائيلية لا. يعني هي تشير إلى الخوف الإسرائيلي. لا، هذا ليس الخوف، هذا ليس الخوف، هذا محاولة جر القضية إلى موقف ليبرمان، الموقف الذي يطرحه ليبرمان. وإلا لاكتفى نتنياهو بأن القيادة الفلسطينية تعترف بدولة إسرائيل كدولة لجميع مواطنيها، دولة جميع دولة سكانها الإسرائيليين. التصريحات الإسرائيلية، الخوف هو بالنسبة لمستقبل هذه المنطقة، مستقبل دولة إسرائيل بيتا لليهود. إذا هناك فكرة للترانسفير خلفية. لا 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 خلاف بين موقف اللي بيقول بيت لليهود ودولة إسرائيلية فيها اليهود والعرب كمان، يعني ما في خلاف. في يعني أنا بقول لك، هل أنت تعتقد يعني طب إذا كانت هذه الدولة هي دولة اليهود، فهناك أكثرية من اليهود ليست لا تريد أن تأتي وتعيش في هذه الدولة. هنا هي موجودة في أوروبا، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة في كل أنحاء العالم، ولا تريد، بإمكانها أن تأتي غدا وتحصل على سلة العلياء القادمين الجدد ولا تأتي. المصطلحات، إذا هي ليست دولة اليهود، هو دولة ديمقراطية يهودية لها أو فيها مكان اليهود والعرب وللباقي. إذا هذا أنت تستطيع أن تقترح ذلك في داخل إسرائيل، وأنا أتناقش معك على ذلك، لأن أعتقد أن هذه الدولة قامت يعني عندما قامت عبرت عن حق تقرير المصير في إطار قرار واضح، قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947، الذي حدد أن هذه الدولة هي دولة في حينه دولة كان فيها وفق قرار التقسيم 45% من سكانها هم فلسطينيون عرب. إذن هي ليست دولة يهودية فقط، هي دولة يعني هنا جرى التعبير عن حق تقرير المصير لليهود في داخل فلسطين، وهي دولة بعد ذلك لسكانها. ولكن الأمور اختلفت منذ هذه الأيام، ولكن لم تكن في يوم من الأيام دولة إسرائيل هي دولة يهودية فقط. دولة إسرائيل كانت بطابعها بمركباتها وبمفهومها أنا لا أعتقد أن رئيس الوزراء يقول ويقصد أنه نحن نريد اليهود فقط في دولة إسرائيل، ولذلك هذا ليس هو المقصود الإسرائيلي. أنا أناقشك على قضية ثانية، أنا أقول حتى في مفهوم دولة إسرائيل، أنا لا أتحدث الآن عن الواقع، في الواقع هناك 20% فلسطينيون وهناك كمان 20% ليسوا يهودا في داخل إسرائيل، إذن هي ليست ربما أكثر، ربما أكثر. إذن هي ليست في الواقع يهودية فقط. الأمر الثاني في مفهومها هذه الدولة، في يعني في الريفرنس تبعها، هي ليست دولة يهودية بمعنى أنها دولة فقط اليهود، وإنما من في صلب القرار الأساسي الذي قامت عليه هذه الدولة كان فيها أقلية قومية إضافية. إذا هي عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة إسرائيل، عندما تقوم القيادة الفلسطينية بالاعتراف بدولة إسرائيل، هي اعترفت بتركيبة هذه الدولة، هي ليست مطالبة وليست ملزمة بالحديث عن طابع هذه الدولة، وإذا كانت هذه الدولة تريد أن تكون دولة هلخاء وتوراة ولا لا، هذا ليس شأن فلسطيني. الشأن الفلسطيني هو أن تعترف في دولتين في فلسطين التاريخية، وهذه على هذا النقاش. الذي لا يعترف بذلك الآن هو إسرائيل التي تحتل القسم الفلسطيني مما يجب أن يكون في إطار حل الدولتين. أنت سألت لماذا الخوف الإسرائيلي، وأنا أقول 60 سنة فقط بعد ما حدث في أوروبا، الزعماء في إسرائيل يعني لا يستطيعون التحدث على اتفاق سلمي مع جيعة معينة بدون الحفاظ على الهوية اليهودية. لكن الحفاظ على الهوية اليهودية هل يأتي كما جاء في بدون ألماس بالحقوق للشعوب الأخرى؟ هذا هو، انتبه شو جاء في قرارات مؤتمر هرتزلية. أيضا
في دولة ديمقراطية تكون الأغلبية حرة في ترسيم حدود الدولة، وكما أن الأغلبية حرة في أن تقرر انسحابا من مناطق معينة في يهودا والسامرة الضفة الغربية، فإنها أيضا حرة كذلك في أن تقرر التنازل عن السيادة على مجموعات سكانية عربية. هذه دعوة صريحة إلى الترحيل، إلى التخلص من العربي، إلى البعبع العربي، إلى الخطر الديمغرافي والخطر. هناك حاجة بيسموه حتى في إسرائيل كومبولي، الكومبولي بحاجة إلى تفكيك، والتفكيك بحاجة عمليا إلى التخلص. حول هذا الموضوع سنعود بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا وسهلا، عدنا مجددا للحوار. قبل ما نخرج للفاصل كان الحديث يجري عن ما يسمى في الذهنية الإسرائيلية العامة بالخطر الديمغرافي، الخطر العربي والقنبلة. بالفعل يعني إيران، هل نحن قنبلة وخطر يجب تفكيكها؟ عرب 48 عم بحكي. انا فاهم كل ما يدورك وما يتعلق بالحديث حول موضوع التبادل السكاني. أقول وأعود وأقول ليس هناك حديث عن هذا الموضوع داخل الشارع الإسرائيلي، وليس هناك حديث حول هذا الموضوع في الحكومة الإسرائيلية. هناك شعارات انتخابية ربما في حزب معين، ولكن الحديث حول موضوع التبادل السكاني ليس موجود على الطاولة داخل إسرائيل. ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي قال ذلك من على منصة أمم متحدة، هو ما قالش حتى لجريدة إسرائيلية محلية. أنا يعني قد يعني القضية هي ليست ما تريد حتى الحكومة الإسرائيلية أو هذا الحزب أو ذاك. هناك رأي عام، وهناك متصدي، وهناك رافض لهذه السياسة، وهناك مقاومة لهذه السياسة من قبل العرب واليهود في داخل إسرائيل. يعني أنا أعتقد أنه قوى في داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي ترفض، وقوى معينة ترفض. نعم، لا زالت حجمها صغيرا، ولكن لا يمكن يعني الاعتبار أنه إذا قررت الحكومة ذلك فإن ذلك سيحدث. يعني هناك هذا لن يمر. القضية الثانية الأساسية أن هناك فكر يريد إخراج الجماهير العربية المواطنة في دولة إسرائيل خارج إطار الشرعية، خارج إطار ترانسفير سياسي لهذه الجماهير، إلغاء وزنها السياسي. يعني اقتراحات القوانين التي مرت في الكنيسة في قراءات مختلفة، والتي تتحدث عن إمكانية الذهاب إلى استفتاء شريطة أن يتم يعني نزع وزن أصوات الجماهير العربية، وأنه كل استفتاء يجب أن يحصل على 65% وليس على 50% من الحريق. وحتى هناك اقتراحات عدم مشاركة حتى العرب. هذا كلام صحيح، هذا ليس الأمر الذي أقر في السياسة الإسرائيلية، ولكن تجربتنا تقول إن مجرد هذا تفشي هذا الفكر هو خطر حقيقي داهم. وما كان قبل 15 عاما شعارات انتخابية كما تقول تحول إلى سياسة وقوى سياسية تجلس في سدة الحكم في إسرائيل اليوم. بصراحة يجب أن أقول إذا كانت هناك قرارات أو قرار إسرائيلي بتقسيم أو بإخراج الجمهور العربي من شرعية الدولة، أوكي؟ نحن في أكتوبر الآن، في ذكرى أكتوبر. ما جرى في أكتوبر 2000 كان إطلاق النار على شرعية المواطنين العرب وفي شرعية مواطنين. بالفعل يعني بأكتوبر 2000 يعني بنفس اتجاه هذا التوجه الإسرائيلي للعربي جرى التعامل مع العربي في 48 على أنه عدو، والعدو يجري التعامل معه